الخير كل الحب وكل التقدير وكل الاحترام نكنه لكم أوفياءنا أينما كنتم مشاهدي القناة الفضائية شهادة تيفي ومتتبعي وأوفياء برنامج دندنة مع عماد، برنامج الطرب السلطنة وكذلك كل الأنماط الغنائية. ونحن في المغرب الحمد لله معروف عن أن عندنا أزيد من 25 نمط ولون موسيقي، من أغنية مغربية، من فن العيطة، من الأغنية الشعبية، من الطقطقة الجبلية، من في الآلة الأندلسي يعني الملحون الغرناطي العيساوي الدقة المراكشية الطرب الحساني وزيد وزيد. وهذا شيء كله طبعا دائما كنحاولوا أننا نقدمه لكم في هذا الطبق، إن شاء الله يكون طبق متميز، طبق ينال الرضا والإعجاب ديالكم. لأكيد حلقة اليوم لن تخلو من بعض الأنماط الغنائية، فيها طرب، فيها مغربي، وفيها بعض الأهازيج أخرى. رفقة أصدقاء الفنانين الموسيقيين اللي كان بغي نحييهم تحية خاصة، مراد على الإيقاع، ثم كذلك دريس نيجرا على آلة العود، والجميل رشيد بارا على الكمان، ثم كذلك الصديق الوفي عادي الأصويري على الأورغ. فتحية لكم جميعا، وكان عاود نشكركم لتتبعكم الإعجاب ديالكم من خلال الناس اللي كنتلاقى معهم سواء هنا في أرض الوطن، في أرض المملكة الشريفة في المغرب، وكذلك حتى الناس اللي كانت عندي واحد الجولة قادتني في بعض المدن الأوروبية. الحمد لله كان بنشكر الناس الجالية المغربية، كل مغاربة العالم اللي متبعين دندنة ومتبعين برامج القناة الفضائية شهادة تيفي، وكذلك حتى إذاعة ديال شهادة. فمرة أخرى تحية لكم. أكيد أنا نبغي تعرفوا على أصدقاء الفنانين، غتقول شكون عماد جايبنا اليوم، هادو أصدقاء رفقاء الدرب. كذلك هيكون معايا الفنان مراد الأسمر. أهلا بك مراد. أهلا بك خويا عماد. مرحبا. ما عرفتش شنو نقول انا عماد صديق ديالي، كنحس براسي بحال جيت عنده للدار، هو اصلا شاد راه البيت ديالنا، ديال البيت ديال كل فنان مغربي. وانا اكيد انت بحال جيت للدار، ولكن راه نيت جاي للدار لان راه يا ما جيتي للدار ولد الدار ولد شاد. فتبارك الله عليك، اكيد ان بدايتك كانت واحد سنوات، وربما كنا تقريبا في نفس في نفس المرحله ديال البدايات ديالنا لما تعرفت عليك، لما كنت ديك الساعة باقي كتدرس الفنون في ليكول دي بوزار. وأيام عقلت لي أيام القراية، أيام الجاهلية. لا الجاهلية أنك يسعوا، لا 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 أيام القراية، لا أيام الزوينة صراحة. كتبقى ديما أيام القراية ما شفتي من بعد، ولكن كتبقى عندها واحد الوقع خاص في الحياة ديال كل إنسان. ولكن مراد من ديك الساعة وأنت عندك ذاك الحس الفني، كنت غادي باغي تخرج فنان، ربما مغني، ملحن، كاتب، ارتست بانتر، يعني فنان تشكيلي، رسام. ولكن الاهل ديالي كانوا كيشجعوني على الرسم اكثر، ما تذكرش لهم شي حاجه سميتها الموسيقى والغناء وداك الشيء. كانوا فعلا كانوا واحد الحس يعني راه نوعا ما في محله، لان المجال ماشي ساهل. ربما انا داك السن وداك الشيء ما عارفش شنو، هما كان عندهم بعد نظر ربما طبعا، ولكن الاصرار ديالك مصمم، وانا كنبغي المجال ديالي الحمد لله. ثم واحدة من الأصوات الجميلة اللي كذلك كانت حضرت معي في بدايات دندنة في 2017 و2018 أعتقد في المواسم الأولى، الفنانة إحسان. أهلا بك إحسان. ربي يخليك عماد، الله يحفظك. الله يخليك. مرحبا. وشكرا بزاف على الاستضافة، وكيف ما قال الأخ مراد راه دارنا هادي. أكيد. دارنا كنجيو ليها وحنا الحمد لله فرحانين. و صغير كل شحال هذه ما كنشوفوش، يعني لما كنطلوش على الناس ولا هذا كنطلع عليهم عن طريق دندنة وعن طريق شادة. فمرحبا بك. في البداية يعني في الأول كنتي في المواسم الأولى حضرتي معي بشي جوج مرات أو ثلاثة مرات. كنت معك جوج مرات، جوج يعني جوج مواسم، يمكن مع السي سقاط الله يرحمه، عبد السقاط رحمة الله عليك، في واحد الحلقة من الحلقات أكيد، ومع السويري، ومع عبد الرحيم السويري. اكزاكتومون الفنان ديالنا مراد الاصوات. الله يحفظك الله يخليك. ولكن في يعني في واحد هاد الاربع سنوات الاخيره او ثلاث سنوات كان واحد اختفاء ديالك تماما، توقفتي على الغناء. توقفت على الغناء واحد المده ديال اربع سنوات، ثلاثه هذيك ثلاثه سنوات يمكن كانت كورونا ديك الساعه يعني.
كانت الجائحه دونك راه ما كان والو. والعام الثالث كانوا عندي شي ظروف عائليه اللي خلاتني نبعد بديتي البورطاب طفيتي كلشي مزيان دابا كاينه عوده. لا دابا عودنا والعود احمد عوده قويه للملاعب ان شاء الله. نتمنى خير ان شاء الله ان شاء الله اللي فيه الخير طبعا هذاك الشيء اللي كاين. طيب مراد نسولك على شنو علاقتك بالغربه؟ والغربة طبعا علاقتي كأي واحد مغترب عن الوطن يعني الغربة هي تجربة مدرسة أكيد مدرسة جدية وجادة في حياة كل إنسان كيعيشها. وطبعا أكيد كتكون فيها واحد النوع ديال الفخستخاسيون اللي كتكون مهما كانت الكماليات كتبقى دايما فخستخي كتكون بعيد عن الأهل ديالك بعيد عن الزون دو كونفور يعني منطقة الراحة ديالك وطبعا نمط العيش اللي طيب. كبرتي أنا غادي نرجع معك من بعد نهضروا شي شوية سنغوص في الجوان لأن واحد الوقت لأن تغربتي وفي مصر الشقيقة مصر طبعا ولكن كتبقى غربة ولو أن دولة عربية شقيقة ولكن الغربة الإنسان شوف إنسان يمشي غير من يكون ساكن في طنجة ويمشي لأكادير راه تغرب يكون في كازا ويمشي مثلا العيون راه تغرب يكون عايش في الداخلة ويجي الرباط راه تغرب ماشي نفس الناس اللي كتشوف يوميا ماشي نفس الناس اللي كتعامل معهم غير غربة العائلة العائلة نعم لونتوراج ولي روبير تنقولوا حنا دوك لي روبير ديال الإنسان راه غير هذاك الانسان كاين اللي تيغير الحمام ديالو كيبغي يمشي الحمام كيعرف هذاك مالي الحمام ولا البيسري اللي كيمشي ليه ولا السوبر مارشي اللي كيتقدم منه راه كيبقى كاين اصعب نوع من الغربه اللي ممكن يعيشه اي انسان هو يكون وسط الناس ووسط احبابه وحاس براسو غريب. هذه اصعب نوع من انواع الغربه. هذا ولا الدراما دابا في الدراما احنا راه شنو هي الغربه؟ الغربه والعشق القادي دابا هي الله رحم الله الرحمة ونور سي محمد الغاوي حقيقة ويا ما غناها معنا في هذا البلاطو سي محمد بن خياط الملحن الله يرحمه ويوسع عليه يا رب. يعني كانوا في نفس السنة أعتقد كانوا توفوا كان بيناتهم بزاف طبعا سي محمد بن خياط صاحب مبدع هذه الكلمات رحمة الله عليه هذا أوماج تكريم نديروهم اليوم بجوج وسي محمد الغاوي كذلك رحمة الله عليه اللي عطاونا هذا السكسي بقى وبقى في الخزانة الفنية المغربية الغربة والعشق القادي غادي نسمعوها بصوت مراد الأسمر ثم نرجعوا لهذا الموضوع الغربة فيه ما يدري أنا تلاقيت مع الناس هنا يهضرنا شي شوية ولكن كاين ما يتقال اليوم تفضل. قلبي وتحامى وعليك حيل
راح هادوا وداوي كندير نقاوم هذيك كندير كندير نصرع هذيك واش ندير حيلتين والعمر غادي غيرتين لعتين كتمهم فيك واش ندير والغربة معروف أمرها والغربة نار قوية والغربة معروف أمرها والغربة نار قوية نار قوية تحرق الغصان نار قوية تحرق الغصان نار قوية تحرق الغصان نار قوية تحرق الغصان تحط في القليب جمران لا شفقة بدون أحسن نار قوية صبر صبرك ما يحصر غاش جريت خوي بك الطرقان جريت خوي بك الطرقان لا تقهر أمني قهر غاش الهلا يبلي بها إنسان الهلا يبلي بها إنسان عشق ونضيف لحالي حال لأمي ما طلي تلقاني طلي طلي تلقاني شبر يفرقني عن لبان يفرقني عن لبان شبر يفرقني عن راح هادوا وداوي
العمر غادي لعتين لعتين كتمهم فيك واش ندير لك مراد حقا من روائع الأغنية المغربية هذه الأغنية الغربة اللي دائما كما ذكرت فتبقى أجيال وأجيال كتغنيها فعلا. الغربة والعشق القديم فبالرجوع الغربة إلى سألتك إحسان عمرك أنت عشتي الغربة تغربتي في وقت من الأوقات؟ لا لا الحمد لله أنا ما نقدرش ما نكذبش عليك جاوني فرص ولكن ما نقدرش أنا أطشي بزاف العائلة ديالي ما نعم طيب في البيت ديالكم في ترعرعتي أو في العائلة كاين هناك ناس متغربين أكيد كل بيت من بيوت المغربية إلا تلقى واحد أخ أو أخت أو خالة أو عم أو وسبحان الله أكثرية منهم كتلقاهم كيشكيو من العائلة يعني تقول لك أول حاجة كتسمع الغربة كتسمع العائلة أوتوماتيكمون تقول لك مثلا في رمضان كنت وحشوا ديك لمات العائلة في الأعياد بزاف الحوايج هذوك حوايج بساط ولكن خاصنا نحمدوا عليهم حنا الله اللي باقي نوصل العائلة ديالنا يعني غيحسوا بهم غير الناس اللي متغربين مع أن من بعد الحمد لله أنا كان حنا دابا كنعرفوا الناس كيفاش عايشين مغاربة العالم خصوصا مثلا في أوروبا أو في الدول العربية فولات يعني كبروا الوليدات والأحفاد وكبروا فتما ولاو كاين العائلة غير كيبقى داك هنا عاوتاني كيبقى داك الاشتياق للوطن الوطن هي العائلة ووليداته معه هو الحفيدة معه هل الخوت كيف ربما ولكن العادات ديالنا في العيد الأضحى في رمضان كما قلتي في ذلك المناسبات سبحان الله احنا عندنا هنا في المغرب كيتعطى لكل العيد حقه
مثلا رمضان كيتعطى حقه، العيد الاعياد كاملين كيتعطاهم حقهم، العيد الكبير العيد الصغير، ماشي بحال الغربه صعيبه شويه، ما كل شيء ماشي ناقص ولكن طيب حنا نشوفوا داك الكوتي نقولوا حنا داك الكوتي نيجاتيف ديال الغربه اللي عشتي انت، ماشي انا ماشي بالضروره تكون عايشين الناس خرين. الغربه راه هي ما نقولوش نيجاتيف لان كانت مدرسه وبمحض الاختيار ومدرسه مهمه واستفدنا منها بزاف د الحوايج خصوصا في الدومين ديالنا، تعرفنا على ناس، تعرفنا على الوسط الفني وعلى صناعه لاندستري اللي للاسف نفتقدها هنا في المغرب عندنا، رغم ان عندنا كل شيء المكونات والمؤهلات عندنا ولكن ما عندناش اندستري. تما كشفت لاندستري كيف صناعه الفن يعني في مصر، كنأكد باش ربما اللي يلا تحكمي احنا كنهضروا على الخليج قطر كل شيء احنا باقي ما لاندستري هاد كتهضر انت على الصناعه، صناعه الفن الفن يعني الانتاج. واش انت تما بلاتي واحد الوقيته بلاتي باش نعطيو كل حاجه حقها مراد الوقيته اللي تتهضر فيها انتيا تما ديك ساعه كان الانتاج وكان هاد الصناعه يعني هذه السنوات كتهضر في الالفينات. لا ولكن انت دابا غادي نسير العصر المواكب واخا تما تيعيشوا ما نعيشوا تقريبا، ما بقاش المنتج لا واخا ما بقاش منتج لا من ناحيه هما كنقول لك انا ملي كنقول لك لاندستري صناعه الفن ما كندويش على صناعه الكاسيت ولا هذاك، راه كندويش على سينما مسرح على دراما على الغناء على يعني شحال من حاجه، راه المشهد الفني ككل في البلاد كيكون مزدهر وهذا بالتالي يعود بالخير على مصر، لان مصر معروفه فنيا هذا زعما نعطيو كلها لان هذه مصر انا بدات الرياده والسبق اكيد السبق في السينما وحنا عندنا مواهب زوينه ما شاء الله، عندنا بلاد زوينه يعني ديال المناخ ديال السينما وديال التصوير وديال الكليبات. حنا كنشوف دابا حنا دابا كاين واحد كيما كان رائعه ولكن بعد مرات كل واحد كيخدم بمجهودات خاصه ديالو اكيد ما كافيش اكيد، ولكن هنايا وشاقوا الفنانين ديالنا اللي قدروا يتحداو يتخطاو الحدود بهذه الامكانيات الفرديه، هذه راه ماشي نقطه سهله اكيد كيما قلت. فكاينه في الصناعه كذلك هنايا صناعه في السينما، كاين صناعات الحمد لله في العالم المستوى الفني، غير خصنا عاوتاني شي شويه ديال المجهود باش كضحك واحد الضحكه كدير لي ديال زعما راه غير عم سيس معايا زعما لا 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 فكرت واحد لا هو جوستومون حنا اللي ناقصنا بزاف هو خصنا نعطيو الاولويه اكثر للمسرح مثلا، هاد الفنون اللي هي ام الفنون مثلا المسرح السينما والغناء. الغناء دابا اختلطت الامور على الجميع ماشي غير حنا، الدول العربيه كلها دابا ما كتعرفش دابا كيفاش لاش غنعطيو الاولويه خويا عماد بزاف الفنون خصنا نعطيو الاولويه لبعضياتنا والعنصر المغربي لبعضياتنا نهزو بعضياتنا سالينا اي سافا مارشي. نعم مثلا انت شنو عايش قلتي كاينه شي غربه اخرى عايشه واخا تكون لا خويا هذاك قلت لك نوع من الغربه بغيتي تجبد راسك لا انا ما عليا الا نعطيك الباس لا هذيك اللي كتكون بوحد مع الناس وكتحس براسك بوحدك، كتجي بعض الفترات في الحياه كتكون عندك شي ازمه نفسيه وانت ما كتشاركها مع حد، دونك انت كتحس براسك في عالم والناس في عالم اخر ولكن كتاكل بالايمان وبالصبر كلشي كيدوز كلشي كيفوت. القاسيت يا مراد اكيد طبعا ومازلنا كنما كيعرف عرفتي الدومين ديالنا كيفاش داير ولكن كنبغيوه مشبت بها ما طبعا كي. طبعا لان تحديتي الظروف تحديتي كلشي ما انا عندي كان عندي بزاف د الحوايج عندك الوالدين ما كانش العائله ما كانش باغيين تغني الوالدين ما بغاو نقرا كيقول لي بعد من الدومين هذا صعيب وراه غير مهم لانني جيت في واحد العصر ديال ربما الصورة بدأت كتطغى على الصوت وبدأت كتطغى على الموهبة أكثر يعني، وأنا كما كيعرف الجمهور أنا كنعاني بواحد الإعاقة من رجلي اليسرى يعني أنا متغلب عليها يعني كندير داكشي اللي كندير خاصني ندير كنمشي كنسوق طوموبيلتي كنركب على العود كنطلع في الدروج لا ولكن كان ماشي أنا كيف أنا واخا ما تكون حتى حاجة من هاد الشيء أنا حمد الله داكشي اللي عطانا الله اللهم لك الحمد ها ولكن كتشوف كيفاش كيشوفوك الآخرين بعض الاخرين طبعا مزيان مثلا بالنسبه للمهرجانات ولا خصوصا حنا دابا في ايام الصيف ومقبلين على فصل المهرجانات يعني كيتعاملوا معك بعض الناس اللي مسؤولين على المهرجانات بهذه الطريقه ديال تشوفوا اخرى مثلا حطيت في هذه المواقف هذه ولكن ماشي غير انا كل واحد غير احتياجات خاصه ملي غيبغيو يصابوطي غير لقاو لي منين غيدخلوه من شي جهه واحد يقدر يقول ما لقاو فيك حتى حاجه يقول لك انت زوين بزاف عماد ما نديروكش خطر علينا انت
مثلا قال اش خلوها المصريين كيقول لك المثل المصري مش لاقيين في الورد عيب قالوا له يحمر الخدين هي هذه قلت لك ولكن طلع لي المراد بالاحمر الخدين لا مش ولكن قولها غير الاحسان بعدا ولكن كنقول بان كونطون فو اون بو وخص الواحد يكون عنده اصرار والحمد لله من اللي كيعزيني من هذا الشيء كامل هو كنلقى واحد الحب واحد المحبه من الناس ومتبعين الاغاني كنلقى بعدا غير في لي كومونتير فريمون كلمات تثلج الصدر كنحس بان داك الشيء اللي درت ما مشاش هباء منثورا اكيد هذا هو ولا انت عندك صحابك هنا في الدومين عندك عماد انت في صاحبك لا عندي صحابي الحمد لله علاقتي طيبه بالجميع مش هذا كله من الاخوان تيحبوك عندك الحمد لله اللهم لك الحمد لا الحمد لله الحمد لله مي هو عندك الاصرار هذا اللي لو بلوز امبورطون هذا الشيء اللي كنبغي نقول للناس واللي بادين والله بداو ما الصبر والاصرار هو كل شيء راه ملي كان واخا ما عادش يكون عندك من مؤهلات راه لا بدا غتلقى عراقيل هي القدر كيسوقها لك دونك انت كيفاش غتعامل معها انا بحال واحد المره جيت مدمر بسبب هذا الموضوع ديال الاعاقه كان واحد المشي لكندا وداروا هكا ولا مراد لا جو نو سوي با ليماج كي فا ريبريزونتي لو ماروك اعوذ بالله بحال هكا ولكن فينالمون لقيت بلا غير انا ما غادوش لان بغاو يجيبوا شي حد غادي يسمصروا فيه يديه بطريقه معينه اني واي مشيت قلتها كنهضر مع الوالده ما كنبغيش نهضر معايا تقول لي شوف الله اللي عطاك الصوت ويعطاك الموهبه ويعطاك الاعاقه شوف حتى كيفاش غتعامل معاهم بجوج هذه ديالك انت عطاتني درس في جوج كلمات طبيعة الحال فهمتيني الحمد لله خصوصا حنا بلادنا يعني لا الحمد لله الحمد لله يعني كان اجتهدوا كاين برامج وكاين حملات تحسيسيه في جميع انت كتشوف في الرياضه ما شاء الله تبارك الله عندك شوف عندنا ابطال في ذوي الاحتياجات الخاصه فين وصلوا فين شنو تمتنا انا اللي احسن انا اللي كنبغي نوصل ان ما هي باعاقه او من غير اعاقه حنا محتاجين شويه نقربوا من بعضياتنا شويه المحبه هذه بصفه عامه ما عندها علاقه بصفه عامه رانتو فير بوكو شو لانك انت تو ميو بلاصي يعني انت اهل باش تقول لينا على مثال لانك معاصر بزاف الفنانه انت بحالي ولكن مخضرمين معاصر القدام والوسطانيين والجداد الشرقيين وديال المغرب وديال المشرق وكل شيء تعاشرت معاه ولهنا وديال الاغنيه الامازيغيه وديال كل شيء المجموعات الغنائيه وديال كل شيء وانت لا تقدر تقول لنا دابا شنو تبدل في انا الا قسمت لك هذه الازمنه هذه على ثلاثه المراحل واحد المرحله هي ديك اواخر التسعينات وبدايه الالفينات ثم من بعد 2010 حتى 2020 ومن ديك الجائحة من 2020 لهنايا كيفاش هذا الوسط الفني كيتغير والله الا اي احسنهم كان شوف هو ديما شوف راه ديما واخا دابا كاينه واحد الكثره وكاين واحد الهجوم ديال العولمه اللي كتجيب لك اي كتختلط الحابل بالنابل ولكن راه في الاخر كتلقى الجمهور راضي وعنده كيسمع الحاجه الزوينه كيتبناها والحاجه اللي كتكون غير دايزه راه كيتعامل معها على اساس انها غادي يزوك 3 ايام 4 ايام كينساها واللي هو بلاك سؤال شوف جاوبني مباشر قول لي لا فو دورا خلينا ما فيش لا فو دورا يا ابني خلينا ميدون لا فو دورا خلينا مع دابا تفكرت لنا تلاقيت مع مراد تلاقيت معاه بزاف مره في القاهره وحقيقة عشقنا هذيك المدينة القاهرة مدينة جميلة وناسها محبوبين وتعلمنا منهم في الميدان الفني شيء الكثير شكون اللي ما ترباش على المسلسلات والأفلام المصرية والمسرحيات الفؤاد المهندس وعادل إمام إلى غير ذلك هذا وهذاك الشيء ملي كنشوفك تنشوفك لهنا كثير جلستي تما ملي كنت كتمشي ضروري انت اللي كتلقى لينا وكتدورنا وكتلقانا تمايا المهم كنتي مره واحد ما خليتينا بالعشاء لا بالعكس جاب لنا انا خويا انا ابو وحدي تما كنطيب لك نطيب لك مطيشه والبيض بعد ما غنعرف من ديرك اللهم شكون اللي كان معنا كانت معنا طبعا لا ديفا سميره بن سعيد اللي كتحيي تحيه خاصه يعني كانت واحد مجموعه فنانات وكان عبدو الشريف رحمه الله عليه وجنات هذا كان أسماء منور كريم تدلاوي فؤاد الزبادي كل شيء كانوا تما في ذيك الفتره فعلا
طيب نخليه شوية نبغي نسمعه إحسان ونعود نرجعه مع الحديث شيخ معك يا مراد. في عندما أنت عندك ديك التغلغيلة مغلغل ولكن بطريقة إيجابية. راضي راضي. وأنت قلبك طيب ومسامح و... الحمد وإن شاء الله الخير إلى الأمام. الحياة ما كتستاهلش. نعم أكيد. شوف حقك المعنوي وهذا غادي يوصل والفني. وما ضاع لا الحمد لله كل شيء ما ضاع حقا كيجي بغى الخير نعم. في الخير كتجي طيب اسمعوا إحسان إحسان نسمعوك عاد نتكلموا معك شنو نسمعوك اولى اختيارات نديروا فيروز يلا تفضل يلا. وعيونك الصيف وعيون الشتي ملقانا
سلام عليك. شكرا. سلام عليك. دائما صوتك منساب. شكرا بزاف سي دائما. الله يسعدك. تبارك الله عندنا الاصوات الجميله. ما انا قد وقفت تقريبا قلت لك 4 سنين ما غناش. وضربني البرد. كاع الفنانين ضربك البرد نزيدوها مزيان اوبسيون هذه لانكم ما كانش ضربك البرد نسمعوا شي حاجه اكثر. راه كاع مروحين هذه الايام شويه عاوتاني. مع فرنسا يلاه جينا حتى وانا بجوج. اسولك بعدا شنو كنتي كدير حتى في فرنسا؟ كنت شغنكون كندير؟ راه نكون كنغني بيان سور. لا لا زعما كان في طريق. كان عندي واحد لا رونكونتر ديال لي زارتيست كونتومبورين ديال الفنانين التشكيليين ودرت فيها واحد الحفله. انا غنيت شاركت كمغني وكرسام. نعم صافي واحد تبارك الله عليك. حقا كانت دات السهره اللي تالك اللي درناها في الزينيت رائعه ما شاء الله. كانت رائعه جدا. كان حي من كل فنان طرب. شويه راسهم تال كان بين حي الناس المسؤولين على التنظيم ديال الحفل ديال الزينيت اللي في باريس او حتى الجمهور. جمهور خيالي رائع. رائع جدا اللي كانوا كيشوفوا فيه الناس. تنشكرهم على ديك حفاوه الاستقبال. وكان تقريبا واحد كانت لاصال بلان وعامره وكان واحد التجاوب جميل جدا. عقلت يا عماد ملي مشينا ثاني الزينيت في 2009 وكانت عامره اكثر بزاف بزاف يعني ولكن كانوا بزاف ديال الفنانين. هذه المره هذه كانت معنا حجيب والداوديه ونجات عتاب ولكن هذيك الاخرى اللي كنا درنا في اعوام فات السويري الداودي ستاتي سمهاجي الداودي الداودي عبدات الرماح عماد نتيفي الحمد لله. وهذا مازال يكونوا سهرات اخرى نتلاقاو مع ابناء الجاليه المغربيه ماشي فقط غير في باريس ولا بروكسل ولا حتى في المدن الاخرى اللي كنبغيو نتواصلوا معاهم. الرجوع معك طبعا الاكيد ان اي فنان او فنانه لما يتوقف شي شويه على الغناء وسوسون ماشي مده صغيره يعني 3-4 سنوات احسان يعني يقدر كما تنقولوا بحال الكويري كيبقاوش عنده ناقصين عنده الماتشات في رجليه ما تيبقاش بيرفورمون يعني ما كاينش بحال الفنان 4 سنين ما تتغنيش. يعني كيفاش ممكن تحافظي على صوتك وعلى وتحفظي تبقي تحفظي الاغاني؟ انا واخا هذيك انقطعت يعني هذيك ال4 سنوات يعني انقطعت عمليا على الغناء ولكن في الدار كنت كندندن شويه مره كنغني باش الصوت ما يهربش. في الدار غير في الدار باش الصوت ما يهربش والحمد لله. يعني فاش رجعت الميدان كانت عندي اول حفله يمكن مع جمعيه دار الطرب والحمد لله كانت داز زوين واخا كانت شويه الخلعه. يعني سبحان الله ملي كتنقطع ديك واحد المده كترجع ديك الخلعه كدار الاول. كيجي واحد ربما تقدر تشحم واحد كيطيح في هذاك عدم الثقه في النفس وإلا دوزتي السهرة الأولى مشات لك مثلا مشات مثلا تكنيكمون ما ديتيش مزيان وقع لك النشاز وقع يعني أو لا فتح في الميزان فيقدر واحد ما يبقاش في خصو ما يبقى واخا توقع كما قال الأخ عماد ولكن يعطي لراسو فرصة ثانية وثالثة تيرجع ثاني. دونك كنت دايرة غا بامور بامور شوف هذاك الشيء في الدم اللي عنده اللي برافو عليك. نرجع للاغنيه بلا قبل ما نسمعوا شي اختيار اخر. مراد ديك الاغنيه اللي دابا شتا راجعه في تيك توك من الاغاني ديالك شفت روحي في المرايه. قلت سولتيني هذه هي الاجابه اللي كنت غنجاوبك على. قلت لي شنو الفرق بين هذه الفترات الاجيال هاد ماشي اجيال ولكن المهم هذه الفترات اللي عشنا. هذه الاغنيه نزلت اول مره في 2011 في التلفزيون في المغرب شفت روحي في المرايه. بعد ما جيت من مصر هي اصلا الفكره كنت شفتها في فيلم مصري وتاثرت بموضوع اصلا موضوع المرايه دائما يستهويني وغناه ميغري طبعا في السبعينات كنظن الاخوان ميغري اكيد المرايه يعني. وملي شفت الفيلم المصري اثر فيا بزاف وكتبت كلمات بالمغربيه ما على ماروكين وجيت درتها ولقات استحسان كبير وعشي من 2000 مؤخرا غير هاد ديرنييرمون هاد قبل رمضان كان داز السهرات ديالي في واحد البرنامج ودرت فيها هاد الاغنيه الغد لي لقيتها دايره واحد ضجه تيك توك وفي مواقع التواصل الاجتماعي. يعني ان بعد 10 سنين واكثر عاد تعاود الاغنيه يعني باش نقول لك ان الجمهور راه كيميز واخا انا شحال من مره ديما كنطيح في هاد الامتحانات بحال دابا الاغنيه مثلا ديال
ديال صبيه اللي من كلماتي والحاني وغنتها الفنانه اسماء المنور, كيقولوا لي لا هذه راه شويه اجتماعيه ودراما وهذا, لقات استحسان كبير يعني الجمهور كيبغي الجيد والجميل. هذيك ما كاين شي مثلا كيجي شي واحد كيحكم بالاذواق ديال الناس كاملين. يعني واخا هي خرجت يعني الضوق ديال 2010 و2011 ما كانش هو ديال دابا 2000, ولكن هي هي نبغيو نسمعها. شوف انا كيبان لي ان الجمهور كيبغي الاغنيه اللي قريبه ليه وكتشبه ليه. انا ملي كنشوف غير لي كومونتير لا بلوبار تدخل تشوفهم كيقول لك كتغني عليا, راه هذه سي مون استوار. واخا غادي نسمعوها, ولكن انا بيجيني واحد السؤال لاحسان. كيوقع لك انك تتبقاي تهضري مع راسك في المرايه؟ ديما. شنو كت دائما ملي تتكوني كتبخي راسك ولا ملي كيكون عاجبك راسك؟ في لي دو. في الحالتين. في الحالتين ملي كتكون ملي كيكون عندي مثلا مشاكل ولا ضغوطات ولا هذا, كنبقى نعاود للمرايه بعض المرات. يعني كاينين شي حوايج ما تقدرش تقولهم لكل شيء, تعاود للمرايه. يعني كنعاودهم للمرايه. الله يستر. والله كاين شي حوايج كت بزاف والله كتحس براسك ارتاحيتي جوستومون. المهم بالمرايه ماشي المرايه اللي كنلبسوا عليها وكندير عليها الشعر والمكياج. كنهضر على مراه الروح, كتهضر مع الداخل ديالك اللي ما كيكون عندك لا زواق ولا مكياج, ولا كتكون انت الا كنتي غلط كتواجه راسك. ولكن كتشوف في المرايه كتشوف هذه القضيه وقعت لي. والله العظيم الا شفت راسي كنقول واش هذا, كنت مريض وكنقول واش هو هذا انا, وجيت بدل عليا لقيت راسي بحال الشبح. قلت ناري 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 بسم الله الرحمن الرحيم مدوم يا وقلت غنيته وعشته وحق الله العظيم. كتوقع لك انت رشيد دريس؟ لا والو ما عمرك ما وقعت دريس بالك ماشي مره تبقى تشوف في المرايه وكت لا ملي كتهضر مع المرايه كتحاسب نفسك على شي حاجه. كتصبر راسك على شي حاجه ربما كتكون فابل وكتواسي نفسك, لان ما كاينش اللي غيواسي اكثر من نفسك, وما كاينش اللي غيطلع لك المورال اكثر من نفسك. وتخيل دابا شي نهار توقف قدام شي مرايه وانت كدوي بحال هكا مع المرايه, ولكن هو الاخر اللي كيبغي كيدير هكا كاز. شوف هاد راه ماشي جري حيد باز يا ماشي. طيب زوينه هذه ديال تهضر مع المرايه حقيقه مزيان. مرآة الروح طبعا. مرآة الروح, ولكن فيها معنى. هنا نضرب العمق, يعني مرآة الروح جميل جدا طبعا. شنو تيقول الكلام؟ تقدر تعطينا هي شنو بياتي؟ بياتي انت عندك طبقته شيفون بياتي دو دو ومشاو العزاز عليا يامي واش بقى ليا وغير همي وحزانك يا ربي حن عليا والشكوى لك مولايا عالم بيا وبدايا قادر تبلي وتعافك مرجاك تكون معايا واقول يا مرايا قولي اشنو الحكاية قولي قولي يا مرايا قولي اشنو الحكاية قولي يا صغير شايب شايف ظلمة قدامك صغير وراسي شايب شايف ظلمة قدامي. السلام عليك. برافو 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 مراد, أحسنت. جميل, الكلمات معبرة جدا. فهذا لو كوتي الآخر ديالك ديال طبعا كلمات وألحان ديالك. كنت تعاملتي مع أسماء المنور عطيتيها الأغنية ديال صبية. صبية ليلى غفران. ليلى غفران طبعا. عيشة الشنويت داودية. درنا شحال من حاجة اللي درنا في التعامل مع فنانين آخرين. عيسى الكبيسي الفنان القطري كذا واحد يعني الحمد. ولكن هذا حكمة طبعا اللي كنحيوها تحية خاصة كذلك. فهاد شفت روحي في المرايا. أنا تفاجأت لما بون كنعرف شحال هذه مي شفت هنا بعض هنا الاصدقاء اللي معايا هنايا دو خوتي لي تكنيسيان لي تكنيسيان لي تكنيسيان اللي معايا كتعجبهم الاغنيه وحافظينها. ف
هنيئا لك لأن ممكن أنها تعبر جات فوقيتها جات فوقيتها لأن ربما لأن الإنسان هو الإنسان كيعيش مراحل في حياته ما عندهاش علاقة بالقرن الماضي الدليل أننا سمعنا دابا مثلا أغنية ديال أم كلثوم دابا تقدر تأثر فيك وهي تغنات في الخمسينات كل شوف حتى الحالة اللي طادام اللي انت فيهاش من أغنية اللي غتكون أنا صغير وشفت راسي وشفت راسي شايب صغير وراسي شايب صغير شايف ظلمة شايف ظلمة قدامي وكلام كلام واحد الطرف الثاني ديالها هذا اللي مشى ودوزها للصبا فهمتيني ندوزها لواحد الصبا باش نبكيو هادي غتبدلات غادي للاستوديو غادير كلام اخر هاد مشاو العزاز عليا يا امي واش بقى لي غير همي وحزاني يا ربي حنا حتى لاخر لحظه كنسول على واحد الصديق انا جيت من مصر كنسول كنقول له ما مولوش كيطفي التليفون ما كنعيط ليه قال له يا مسكين الله يرحمه بقى هي تجيني هذه فرنسا ديك الساعه كنا هضرنا على هذا الموضوع هذا ما نرجعوش ليه anyway لانك غادي تاثر لينا خلينا بغينا ديك الطاقه الايجابيه احسان هذه حداك ملحد وكاتب دابا اليوم فرصه باش تاخذي شي اغنيه انا كنكتب كنلحن اغنيه اللي كنت غنخرج قبل ما نقاطع عطيتها لشي واحد عطيتها لواحد الفنان بدون ذكر الاسماء وغناها وكانت زوينه الحمد لله مزيان وخصنا نعرفوها نسمعوا شي حاجه المهم ديروا واحد القضيه صافي عطيو لبعضياتكم اغاني صافي انتم بلاش ما بقاش نمشيو حنا فحالنا كاع عماد مقايضه صافي تبادل التجاري ديالنا في الناس سبحان الله كيجيك شي وقيته كتحط واحد مازال ما خرجتش شي لا مازال مازال ان شاء الله في الطريق هذه كانت كنت غادي نشتغل فيها مع اسامه باهي كنوجه ليه التحيه من هذا المنبر يعني كانت اغنيه غزاله كنت غنخدمها معاه وما كتبش ان شاء الله بالتوفيق ان شاء الله طيب نرجعوا اعطينا شنو كنا نديروا اختيار اختيارات جيتك لبابك جيتك لبابك حبيبي يلا طيب طبعا هي لي محبوبه الجماهير لالا نعيمه سميح تفضل قلت لي مرحبا قلت لي مرحبا
ما قلت لي مرحبا بك مريا سمراني من أزك عليا أتبارك الله عليك مراد راك مشت معنا اليوم ديرنا الرواج في الحلقات كاين شي حفلات وشي ألبومات تشتغل على شي أعمال أنا دابا حاليا كنظن من اللي غتكون بدأت الحلقة غادي يكون واحد الأعمال جديدة اللي هي من التراث المغربي درت واحد دي ريشيرش سيريوز في الدواور ديال هذا كان جبت شي ألحان ما شاء الله عمرها ما تستهلكت إعلاميا وعمرها ما تغنات يعني شعبي زوين اللي فيه عنده عمق وعنده معنى في الكلام كنت منا حيت أنا كنت واحد المرة بالصدفة غنيت في أحد البرامج في التلفزيون المغربي غنيت شعبي حكموا عليا نغني وقالوا لي لا أنت ضروري خصك المرة الجاية تجيب لنا كلام صافي وعدت كنت منا إن شاء الله نتوفق في الاختيارات بلا ما تقول هذه الاختيارات لأن هذا بحث لنا يقدروا يشدوا ياخذوا مرحبا يا ريت احنا ما بالعكس راه هذا راه مفخرة قلبوا في التراث ديالنا غتلقاو كنوز يعني ما نبقاوش ندورو في نفس الحلقه طيب كنت كنتذكر في الوقيته فاش كان الكوب دي موند بيان سور المونديال ديال قطر كانت لحظات جميله بيان سور عشناها خياليه باقي قطر كلها من الاول نعم انت كنتي حضرتي في المونديال كله مشيتي وقت على ماتش ولا جوج ولكن محدد لا مشيت قبل من المونديال انا كنت موجد برامج تلفزيون قطر واذاعه قطر واذاعه صوت الخليج وشحال من حاجه درت فيهم لقاءات وهذا وفي نفس الوقت طبعا هذاك المشاهد اللي شاهدنا كان
كانت تثلج الصدر يعني ديال المنتخب الوطني اللي كان الاجواء العيش ديك الامبيونس فردا يعني نعم اكيد يعني كان واحد الحماس خيالي بزاف ولا نشطي شويه الاجواء تما مع ليكيب ناسيونال مع الجمهور طبعاً مع الجماهير ومع الناس الغريب في الامر ان ملي كان كل فوز ديال المنتخب المغربي كنا كننزلوا لساحه سوق واقف في الدوحه كتلقى اللي بزاف يعني واحد التلاحم ديال ما بقاش منين انت وداكشي كتلقى المكسيكي مع الصيني مع الهندي مع الامريكي مع الفرنسي مع العربي مع المغربي كيشطحوا في بلاصه وحده وكيناشطين وكاين واحد الامان واحد يعني لا تخمان الانسان واحد الملحمه ما واخا كون صنعناها ما غاديش تخرج لينا هذا هو الغرض اللي كان اللي لفت الانتباه ديالي هما الجاليه الهنديه كانوا اللي كيربح المغرب نازلين محيحين سبحان الله واحد هما ما عارف احنا كنبغيوهم كبرنا بالاغاني ديالهم وبالافلام ديالهم بس انا كنقول شوف دابا الهنود بعاد علينا وحنا كنبغيوهم وما عندهمش هما فريق ديالهم هناك نهائيا غير الجاليه الهنديه اللي عايشه في قطر احنا كبرنا مع الهنود في كفن كنقول لك وكنبغيوهم من بعيد وحنا ما عارفينش بلا كنبغيوهم شفتو هما ردوا لينا داك الحب مع الكره أبني سيديكي بيتي واتش بيتي ما هو أيه ما فاهمين والو مغامرين ميري هيكي منتها مغامرين هذا القرار ديالك اللي تيكون عسكري كيكون في قشحط وهذا تيكون لي ميري هيكي ميش ماض كانت تجربة زوينة الحمد لله ورجعنا وهذا هو اللي كان هذا هو بحال دابا الرياضة ولا الكرة يعني وهذا مونديال فوت تيجمع هذا كيدير التعايش وهذا السلم بين الشعوب وهذا التلاقح للثقافات والتعايش هذا هو اللي نصغى له وحنا الحمد لله دائما المغرب بفضل القيادة الحكيمة ديال جلالة الملك فدائما كانت هذه أرض السلام وأرض الحوار وأرض ديال التعايش وتكون فيها ملتقى الحضارات ملتقى يعني الثقافات يعني احنا الحمد لله حاملين هذه الرساله حتى في برامجنا النفشاده حاملينها في رسالتنا حتى في اللقاءات ديالنا حتى في خرجاتنا الاعلاميه كانت تغطيه اعلاميه زوينه بزاف حتى طيب. الناس كانوا زعما صراحه حسن الاستقبال وبالمناسبه كنحيي صديقي الشيخ حسن بن محمد الثاني الشيخ الفنان هو رسام وديكوراتور وكان من هواه الفن المغربي هو اللي استضفنا تما كانوا مجموعه من الفنانين وعلاش كنت ما قلتيش راه عندي صاحبي عماد الدين ما بنتيش ليا اختهار مشيتي لا انا ما مشيتش لا تفرجت انا مع صحابنا في القهوه مره في الدار عشنا ديك الاجواء هنا بالمغرب ايوا لان كنت خدامين انا عاوتاني على مستوى الشهاده كان خصني نبقى هنايا باش ننقلوا هذيك الصور دونك الطرد مهم طبعا بارك ادريس بارك الله مشى صيفطناه مشى ادريس النيكرا غير هو جبتينا شي كادو راه باقي ما نسيتش راه واخا داز عليها دابا وانا بغيت ندير حفله خاصه ما لقيتش الموسيقيين كنلقط شي من تونس شي من مصر كنلقط اخويا ما لقاش ما كانوش مغرب ما والو داخل من السلطحه كل الحمد لله ربي السر قال داز ربما كاين موسيقيين كاين فنانين موسيقيين في عايشين في قطر كتكون في شي بلاد ما عارفش منين تدخل تخرج كتجيك شويه طيب لو تعرف الله لو تعرف ربنا يسمعوا بصوتك احسن اسمحوا لي راه شويه باح لان البرد هذه اولا لو شونجمون يعني مع لا كليم بغيت نعاونك قبيله في كورال ولكن راه ما عندي جاي معليش تفضلوا
لا تقدروا حتى التراب اللي بنمشي لكم تبارك الله عليك. شكرا لك احسان. الله يخطيك. شنو دابا بعد الرجوع ديالك للميدان بعد ما شاركتي مع في حفل ديال عشاق ديال دار الطرب؟ دار الطرب ما لا، كنت في شاركت في الحفل ديال دار الطرب وكانوا عندي عده اعراس من موراها وكانوا شي حفلات اخرى. دونك تشتغلي كذلك في الدومين ديال الاعراس؟ في الدومين ديال الاعراس. نعم دابا كاين شويه كاين شي ديدات. كنت تقول لنا كنبغي نسول ديما الفنانه مراد اللي تيشتغلوا في الاعراس ولا يعني تديروا عرض في الاعراس، تنقول لك كي داير الحركه شي شويه، واش كاين شي اعراسات موجود الخير؟ موجود الحمد لله. دونك كاين الرواج؟ لا الحمد لله كاينين الاعراس. دونك مزيان لك. اذا الاجواء غادي تخدم. كيضحك حيت هو اللي كيكون معايا ديما. رشيد الحمد لله عندك ما تلقاش لنا الوقت فين تجي دير معنا البرنامج. سيسور حنا كنكونوا الجمعه والجمعه كيكونوا العراسات. ف ملي تنسمع هكذا مزيان تقول على الاقل الحمد لله كاين واحد الرواج اقتصادي، الاجواء تخدم، الموسيقيين تخدموا، الفنانين تخدموا، اللي الممولين الحفلات تخدموا، اللي ديكوراتور تخدموا، النقافات كيخدموا، الناس ديال المكياج تخدموا، يعني مزيان كيكون هذا السيكوريتي تخدموا. دونك نتمنى ان شاء الله خير وبالتعلق وبمزيد من التوفيق احسان ان شاء الله يا رب. تقريبا جينا على نهايه الحلقه ولكن مازال بغينا نسمعوا باقي في مبرمجين جوج ديال الاغاني.
الاولى غنسمعها معك والثانيه ما كنسخاوش في اخبارك دغيا كدوز الوقت دغيا في دندنة معي دغيا ان شاء الله. وانا هادو دائما علاش كنعاود نجيب الضيوف ديالي كدوز الحمد لله تلقائيه كما كنقول دائما العفويه التلقائيه ديما كدوز عام عامين ثلاث سنين كنعاود نجيب عاود صديقي عاود ضيف باش نعاود نتكلموا في مواضيع اخرى. شنو الاختيار اللي غادي نسمعوا؟ انساك انساك ذا كلام. يلا تفضل تفضل. Yeah.
شكرا تبارك الله عليك مراد عثمان، كنشكرك على الحضور وكنتمنى لك التوفيق. كانت حلقه جميله بحضوركم طبعا وبحضور احسان كذلك. احسان الاسم الفني هو توكوغ احسان. احسان بارك الله يجعل البركه. اسم جميل ومميز. احسان المغربيه. شي كلمه في الاخير مراد؟ كلمه كان شي رساله شي ميساج؟ لا خلي الشكر ديالنا حنا داكشي راه ما تجاوزنا داكشي. تجاوز شي ميساج؟ كنتمنى الميساج اللي كنطلب ان المشهد الفني عندنا في المغرب بلدنا الحبيب يصبح على واقع اجمل ان شاء الله. كذلك احسان انت ميساج في شي ميدان من ميادين، ربما بالميدان الفني بما كيهمك، او لا ربما الى عشتي شي تجربه يعني في الحياه ما كانت موفقه، شنو ممكن شنو العبر اللي استنتجتي منها؟ اللي نقدر نقول هو انه الانسان عمرو ما يأس، ومع الطيحه مع النوضه ما يبقاش يتسنى بزاف، يطيح ويبقى طايح، لا مع الطيحه مع النوضه باش مع مع. طيب تبارك الله عليكم، شكرا لاخواني اصدقاء الفنانين الموسيقيين، شكرا للتقنيين والفنيين. نبقاو معك في الاخير في يوم في يوم وليله في يوم وليله. هذا عماد يحييكم الف تحيه، اقول لكم ان شاء الله الحلقه المقبله غتكون سبيسيال بين شعبي وامازيغي، انتظرونا. الى اللقاء. نزلنا نسرح.
الحياة.